بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بألف خير. في هذه المناسبة العظيمة في العيد الوطني 40، لقد تم بحمد الله ورعايته إنجاز أكبر وأضخم مشروع من المشاريع المهمة التي قامت بها شركتنا، شركة المشاريع والنقليات العربية، وهو مشروع شنة الخويمة. هذا المشروع من أهم المشاريع الكبيرة في البلد من حيث طبيعته ومن حيث صعوبته ومن حيث منافعه، إن كانت سياحية أو اجتماعية. أود أن أقول في هذه المناسبة، لقد واجهتنا صعوبات ضخمة للقيام بهذا المشروع، وهذه الصعوبات الجمة التي صادفناها والتي مررنا فيها على مراحل أثناء تنفيذ العمل كانت يعني من أهم الصعوبات التي واجهناها في تاريخ عملنا على مدى 40 عاما في السلطنة. ولكن نحن بحمد الله وحفظه ورعايته عهد علينا أن نتابع مسيرة النهضة المباركة التي أرسى دعائمها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يحفظه الله ويرعاه. شركة منفذة للمشروع ما بنكر انه عانينا، لان كلفة التنفيذ كانت تفوق 3 أضعاف، من ضعفين لثلاث أضعاف الكلفة التقديرية للمشروع، واللي هي طبعا بسبب غلاء أسعار المواد وبسبب الصعوبات اللي ما كانت محسوبة عند ما سعر هذا المشروع، وبالإضافة لظروف المناخية الصعبة الحقيقة اللي كانت سبب احتراء المعدات بسرعة قصوى. حتى في شغلة ممكن أذكرها، أنه في أحد الآليات الجديدة اللي بعثناها لهونيك خلال 4 شهور، حتى الوكيل اللي تبع الآليات صور الآلية وبعث للمصنع من أول مرة بشوف خلال 4-5 شهور بصير هريان في معدن الآلية. فالحمد لله، لكن بفضل الله وفضل تعاون المسؤولين الطرق ووزارة النقل، الحمد لله، وفضل كمان جهود الفريق تبعنا اللي كان يشتغل بشكل مستمر 7 أيام في الأسبوع لساعات طويلة، مكننا من إنهاء المشروع طبعا الحمد لله مرة تانية. ونأمل أنه يكون هذا المشروع هو حافز لاستمراريتنا بالسلطنة ولتقديم المزيد في السلطنة. ونذكر أنه هذا المشروع انتهى بعيد 40 تزامن مع احتفالات عيد 40 لسلطنة عمان. من أهم الصعوبات التي واجهتنا في دراسة وإنشاء المشروع في مرحلة التصميم، المسح الموقعي وزرع النقاط المساحية المرجعية في الإنشاء، عدم توفر مواد الإنشاء في موقع المشروع وخاصة لطبقات الرصف، أيضا الطبيعة الجغرافية الصعبة للمشروع وخاصة أثناء هبوب الرياح المحملة بالرمال، ثالثا عدم توفر المياه اللازمة لإنشاء الردميات. والحمد لله بفضل التعاون بين كافة الأطراف فقد تم إنجاز المشروع وإنهاؤه على الوجه الأكمل. The project we have started in a very difficult situation, like you know, sand dune areas, and we required service road to be constructed to have access for the construction site, and which has taken a lot of time, and because of this condition here, like sand dune and humidity, we lost our equipment's life, and most of the equipments are scrap. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نتحدث عن مشروع اللشخرة شنة الجزء الثاني، وتم إسناد المشروع لشركة النقليات العربية، حيث قامت بعمل جهد كبير
برصف والانتهاء والحمد لله مؤخرا من رصف واستكمال الأعمال الأسفلتية بالمشروع، ويعتبر هذا إنجاز بحد ذاته قامت به الشركة، حيث واجهت عواصف رملية وتغلبت على ظروف طبيعية قاهرة، والحمد لله. نشكر الاستشاري بالمعدل الخرائط والمشرف على المشروع، وكذلك نشكر شركة النقليات العربية على جهودها وعلى ما قامت به من عمل وإنجاز واستكمال للمشروع. بسم الله الرحمن الرحيم. المهندس عبد الله بن علي الخياري، مساعد مدير عام الطرق والنقل البري بالمديرية العامة للطرق والنقل البري بوزارة النقل والاتصالات. نتكلم عن طريق الأشخر شنة الذي تم الانتهاء منه مؤخرا، تنفيذه مؤخرا. الطريق ينقسم إلى جزئين، جزء في بطول 60 كيلو من أشخرة إلى الخويمة، والجزء الثاني من الخويمة إلى شنة بطول 90 كيلومتر. الجزء الأول تم تنفيذه سابقا عن طريق شركة سراباك عمان، والجزء الثاني اللي هو 90 كيلو تم تنفيذه عن طريق شركة المشاريع والنقلات العربية. جميع الأسفلت الأعمال الأسفلتية بالمشروع انتهت، تم الانتهاء من تنفيذها، والطريق سالك حتى من يبدأ من الخويمة إلى شنة بولاية محمود، وهو طريق ساحلي، وإن شاء الله نهمل أن يساهم هذا الطريق في تسهيل الحركة السياحية والاقتصادية في المنطقة.